بونجور بونجور توس، اهلا بكم في درس جديد من دروس تعلم اللغه الفرنسيه للصف الاول الثانوي لكل مبتدئين في تعلم اللغه الفرنسيه. هنكمل ليسون مع لي كولير الالوان. بسم الله نبدا مع بعض. الالوان في اللغه الفرنسيه تؤنث حسب الاسم اللي قبلها، لو هو ماسكولا مذكر بتكون ماسكولا، لو هو مؤنث بتكون فيمينا. طيب انا عندي ثلاث الوان، اللون فير، فير يعني الاخضر، الفيمينا بتاعه فيرت، فيرت بضيف له الاو، نوار، نوار يعني الاسود، الفيمينا بتاعه نوار، بلو اللون الازرق، الفيمينا بتاعه الاو. يبقى عندي ثلاث الوان لما باجي انسهم بضيف لهم اللتر الاو. ناخد اكزامبل، لما اقول سي ان كريون، سي ان كريون، كريون هنا قلم، قلم رصاص، هنا عرفت ان هو ماسكولان مذكر من الارتيكل ان، فعشان ياخد اللون بتاعه لازم يكون زيه ماسكولان، فير فير ما حطيتلهاش الاو. هقول سي ان كريون فير او نوار او بلو. طيب ناخد اكزامبل تاني، لما اقول سي اون ريجل، سي تين ريجل، ريجل هنا مسطره، عرفت ان هي فيمينا من الارتيكل اون. لما اختار لها اللون بتاعها لازم يكون فيمينا، فهقول فيرت فيرت، وخلي بالك هنا التو بنطقها لان جه بعديها الاو، فيرت. طيب عندي ثلاث الوان تانيين، الثلاث الوان هم اصلا اخرهم الاو، تمام؟ فطبيعي ان هو هيكون الماسكولا بتاعهم زي الفيمينا، المؤنث والمذكر بتاعهم واحد ما بغيروش. اللي عندي الكولير غوج، غوج الاحمر اخره الايه، يمشي فيمينا وماسكولا، غوز، غوز يعني الورد يمشي فيمينا وماسكولا، جون، جون اللون الاصفر يمشي في ميناء وماسكولان. ناخد اكزامبل، اما اقول سي ان ليفر، سي ان ليفر يعني هذا انه كتاب، الكتاب ده لونه ايه؟ روج، روج. على الرغم ان هنا الكتاب مذكر ومع ذلك كلمه روج اخرها الايه؟ برده تعتبر ماسكولان. لو في قبليه كلمه في منا زي كلمة رجل برضو غوج مش هتتغير، تمام؟ عندي لونين تانيين شاذين، يعني ايه شاذين؟ الماسكولات بتاعهم يختلف عن الفيمينا، الماسكولات بتاعهم بيختلف عن الفيمينا. نشوف مع بعض، عندي اللون بلون، بلون ده لون ايه؟ ده لون ابيض، الفيمينا بتاعه بلانش، بلانش، بلانش يعني اللون الابيض، تمام؟ نخلي بالنا ايه التغيير هنا؟ ضفنا له بعد السي اش او، اش او، تبقى بلون يعني ابيض، خد بلانش برضو ابيض، بس ده قدام النوم الاسم الفيمينا المؤنث، تمام؟ ناخد اكزامبل، لما اقول سو ان بنطلون، ده بنطلون، البنطلون ده ماسكولان مذكر على عشان قدامه الارتيكل ان. لما اخد له كولير لون هقول بلون ولا بلانش؟ ها انا سامعه بلون ولا بلانش؟ طبعا على طول هياخد اللون بلون. ليه بقى؟ لانه ماسكولان. طيب ناخد اكزامبل تاني، لما اقول سو ان روب، ده فستان طبعا فيمينا، لو هاخد له اللون الكولير بتاعه هيكون ايه؟ طبعا بلانش، بلون، تمام؟ طب هنا عندي اللون ا
عندي اللون الابيض ده الفيمينير بتاعه مختلف، في عندي كولور تاني مختلف فيولي. اللون فيولي ده يعني اللون البنفسجي، لما اقنسه فيوليت، فيولي فيوليت، فيولي فيوليت. طب المنهج بتاعنا فيه في الدرس الاول عندي ثلاث الوان بضيف لهم ايه في التأنيس، في ثلاثه تأنيسهم زي تذكيرهم، عندي لونين مختلفين بلون بلانش، بلون بلانش. السي هنا نوسي برونس بابا بنطقهاش، سيتان بنطلون بلون، سيتين روب، بلانش بلانش، فيولي فيوليت، فيولي فيوليت. لو هاخد بنطلون يبقى ياخد فيولي عشان ماسكولان، روب يبقى فيوليت لون البنفسجي. طيب نخلي بالنا هنا من معلومة مهمة جدا هنتعلمها مع بعض. عندي اللون الأورانج وعندي اللون مارو، البني البني والبرتقالي. اللونين دول شاذين، يعني ايه شاذين؟ يعني ما بينطبقش عليهم القاعده. لون برتقالي هنا بني، ليه ما بينطبقش عليهم القاعده؟ يعني هما لا بيأنسوا، لا ما بنأنسهمش ولا نجمعهم. هنا اورانج مارون، لما اقول اخد اكزامبل c'est une robe orange اللون البرتقالي، هنا طبعا الفيمينير بتاعه والمؤنث بتاعه والجمع هو هو واحد ما بيتغيرش. لما اقول ce sont des robes، ce sont des robes، فساتين هنا ايه؟ جمع عشان منتهيه بالاس. طيب الكولير اورانج برضو هي هي ما تغيرتش، لا جمعتها ولا غيرت فيها حاجه. طيب ما اقول احمد ايم لو فير، نخلي بالنا من معلومه كمان مهمه جدا في الكولير، الالوان بتاخد اداه التذكير لو، دايما لو انا بختار لها اداه بتاخد معاها اللو. لانتيغاسيون يعني الاستفهام. عندي الأداة كي، كي يعني من، تسأل عن إنسان عاقل. لما أقول كي بريزونت تيو، تيو ده اسم شخص، كي بريزونت مين بيقدم؟ تيو. بيير أحمد، علي منى، تبقى الإجابة عندي شخص. بيير بريزون تيو. تبقى عندي كي هنا من أدوات الاستفهام بمعنى من، ممكن أستعملها بطريقة تانية أقول إيه؟ سي كي، إحنا اتفقنا إن سي دي معناها إنه، تمام؟ سي كي يعني إنه مين ده؟ ممكن أقولها أبدأ، يبقى أنا كده جبتها في آخر السؤال، ببدأ بيها وبدأتها بكابيتال ما جسكي. اقول كي سي من هذا، او كياس كياس كي او سي كياس يعني من هذا، تمام؟ الاجابه اقول سي، بجيب السي، اليكس تيو بيير جال فرانسوا، اي نوع بقوله، تمام؟ طب كي يعني أداة استفهام بمعنى من، ممكن بتيجي في أول الجملة وبتيجي في آخر الجملة، وده مصطلح أنا بحفظه لما أجي أسأل عن حد أقول سي كي، كي سي، إكياس، من هذا. عندي كلمة كومو، كومو أداة استفهام بمعنى كيف، وبستعمل فيها
عن الحال، بسأل فيها ما بسأل فيها عن الحال. أما أقول تي تابل كومو، تي تابل كومو يعني ما هو اسمك، تي تابل كومو. واحنا في الدرس الجزء الأول صرفنا فيرب سابلي، يا ريت نرجع للفيديو هسيبه لكم في الديسكريبشن. عندي هنا كومو تابل تي، الله يعني ممكن اتقالت الاستفهام باجي فيها في اخر الجمله وممكن ببدا بيها، تمام. يبقى انا عندي هنا كومون، كومون تابل تي، اول سؤال بنساله واحنا داخلين اسمك ايه، ما هو، ما هو اسمك، تمام. وممكن اقول كومون ال سابيل، كومون ال سابيل يعني ما هو اسمها. الإجابة لما باجي أجاوب بقول جو مابيل، جو مابيل وأقول اسمي، التي بتتحول لجي، جو مابيل وأقول اسمي. طب هنا سألت عن اسمها هي، أقول ال، ال سابيل وأقول اسمها، ال سابيل وأقول اسمها. طيب بنستفسر بيها عن الحال ازاي؟ لما أجي أسأل حد عن حاله أقول له كومون سا فا، كومون سا فا يعني كيف حالك، كومون سافا، هيجاوب ويقول لي سا فا بيان، سافا بيان يعني انا تمام، سافا بيان. كومون فا تي، فا فا تي برضو كيف حالك، كومون فا تي كيف حالك، هقول جو في بيان يعني انا كويس. يبقى عندي كومو اداه استفهام، خدنا كي وخدنا كومو، تي تابيل كومو، كومون تابيل تي، كومو ال سابيل، كومون سافا، ساب كومون فا تي، والاجابه سافا بيان، جي في بيان يعني انا كويس والحمد لله. ناخد اداه استفهام كمان، ناخد اداه استفهام دوبا. تالت أداة استفهام عندي إيه بقى؟ أو، هو مش واخدين بالكم منها؟ يعني أين، أداة استفهام بمعنى أين. يبقى إحنا خدنا كي يعني من، خدنا كومو وخدنا أو، ديت أداة استفهام بسأل فيها عن المكان. أما أقول لك أو أبيت تي، أو أبيت تي يعني أين أنت تسكن، أو أبيت تي. ممكن أقولها بطريقة تانية، أقول أو تي أبيت، أين أنت تسكن؟ الإجابة هقول جو، أنا أبيت أو كير في القاهرة. طيب نلاحظ هنا الجو عملتها أبوستروف عشان قدامها حرف فويل، لأن الأش من الحروف للفويل الساكنة. جا بيت، جا بيت او كير في القاهرة. طب كده احنا خلصنا لانتريغاسيون. سو بريزنتي، ازاي بقى بعد اللي احنا قلناه في الحصتين ان انا هقدر اقدم نفسي؟ هقول سو بريزنتي، اول حاجة اسمي جو مابيل علي، جو مابيل علي يعني انا اسمي علي. جي سيزون، جي كانزان، جي ديزان، تمام. نرجع لفيديو الارقام، اول درس خدنا الارقام من 1 لحد 50. يا ريت يا جماعه نشترك في القناه ونفعل الجرس ما ننساش. جابيت اون جيت،
جابيت اون ايجيبت، يعني انا بسكن في القاهرة في مصر. باردون. جيم لو فير، جيم لو فير. لو هنا قلنا دي أداة معرفة مسكولة بتيجي قدام الكولير الألوان بتاخدها. جيم يعني أنا أحب اللون الأخضر، تمام. طب هنا عندي أربع جمل بقدر أقدم بيهم نفسي، يا ريت نكتب في الكومنتات لو جملة بسيطة بتكتبها لي في الكومنتات كيف تقدم نفسك. جمع بالعلي جي سيزان جابيتون جيبت جيم لوفير. يا ريت نشترك في القناة ونفعل الجرس ونكتب في الكومنتات. أوفوار.